الطائرات المسيرة ترسل صورا مباشرة إلى مركز العمليات المخصص لمراقبة حركة الزائرين المتوجهين صوب كربلاء المقدسة. القوات الأمنية انتشرت قطعاتها على طرق الزيارة واعتمدت خطة متكاملة للوصول بالزيارة إلى بر الأمان. منظومة المراقبة والسيطرة، كاميرات 240 كاميرا موجودة عندنا داخل هذا المقر تراقب حركة الزوار على محور الزائرين. من هذا المقر يتم تحديد أماكن الاختناقات أو أماكن كثافة الزوار وإجراء اللازم. طريق مؤمن للسائرين على الأقدام لكافة الزوار، مقدمة لهم الخدمات حسب الإمكانيات وفق ما متيسر من عندنا من إمكانيات طبية وخدمات بتقديم الدعم والإسناد للمواكب الحسينية. الخطة الأمنية لحد الآن تسير بشكل طبيعي انسيابي لحركة الزائرين، لم تسجل لدينا أي خروقات أمنية ضمن قواطع مسؤولية الشرطة الاتحادية. هناك تنسيق على المستوى مع كل القوات الأمنية المشتركة في هذه الخطة من الجيش العراقي، الحج الشعبي، جهاز مكافحة الإرهاب. وزارة النقل استنفرت قدراتها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات الساندة، فضلا عن هيئة المواكب الحسينية التي نظمت المواكب لتقدم خدماتها على مدار الساعة. هيئنا بحدود 20 قطار، هذا 20 قطار كلها مهيئة لنقل الزائرين من بغداد إلى كربلاء المقدسة ومن كل محافظات الجنوبية أيضا، وهذه الحقيقة بدأت الآن التفويج إلى كربلاء. سيارات الآن بحدود 800 حافلة كانت متوزعة على المنافذ الشرقية، قسم منها في ديالة وقسم منها في الكوت وأيضا في البصرة، لنقل الزوار سواء كان إلى كربلاء المقدسة أو إلى الكاظمية أو إلى سامراء. طرق الزيارة قسمت إلى 4 محاور: الذهاب للمواكب ومسير الزائرين، والإياب لحركة العجلات بالاتجاهين، مع فرض أطواق أمنية محكمة على المحاور الرئيسية لتأمين مراسم الزيارة. من بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.